من رام الله الدكتورة تمارا حداد الكاتبة والباحثة السياسية. بعد التحية دكتورة تمارا، ونحن نحدثك عادة العمليات القتالية مرة أخرى. إذن هذا المسار كيف يمكن تقييمه بعد هدنة إنسانية؟ قطاع غزة لملم فيها جراحه بجهود طبعا مصرية قطرية أمريكية، كانت يعني فترة مهمة واستراحة للمحاربين، لكن العمليات القتالية عادت مرة أخرى. ترى ما السبب وكيف يمكن أن تكون الأطروحات في مسار هذه العمليات دكتورة تمارا؟ بداية أسعد الله صباحكم، تحياتي لكم ولقناتكم الكريمة ومشاهدينكم. طبعا من المتوقع أن تعود إلى استئناف إطلاق النار لأكثر من سبب. السبب الأول وهي أن إسرائيل في المرحلة الأولى لم تحقق أهدافها الأمنية والعسكرية، وهي لا تريد أن تخرج خاسرة من خلال تمديد الهدنة الإنسانية، سواء كان المتمددة في سياق التوقيت الزمني المستمر أو حتى أن كان هدنة مستمرة متفاوتة بين الفينة والأخرى. هي معنية تماما بتنفيذ حتى لو جزء معين من الأهداف الأمنية والعسكرية، وهي صممت وهي والإدارة الأمريكية، إذا تحدثنا بكل واقعية، أن زيارة وزير الخارجية أنتوني بلينكن يوم أمس واضح تماما هو أنه أعطى الضوء الأكثر لاستئناف إطلاق النار. ولكن هناك اختلاف بين الإدارتين. الإدارة الأمريكية لا تريد أن يكون هناك إطلاق النار على المدنيين مع إدخال المساعدات الإنسانية، لكن الواقع الإسرائيلي كما شاهدناه قبل عدة دقائق أن بنك الأهداف ما زال هو من المدنيين، وأن البنية التحتية الفلسطينية ما زالت هي المتضرر الأكبر في سياق هذه المعركة. طب لذلك دكتور، الهدف الأساسي نعم تفضلي. الهدف الأساسي نعم دكتور تمارا، لذلك الهدف الأساسي من استئناف إطلاق النار أولا القضاء على حركة حماس، وهذا موجود في هذه الأهداف. من يشير أن هذا الهدف صعب جدا، ما زالت إسرائيل مصممة متعنتة على حسم هذه المعركة بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، هذا أولا. ناهيك أن هناك الهدف الآخر هو التغيير الجغرافي والديموغرافي والهيكل والإداري في قطاع غزة، والهدف الأصعب من ذلك ما زال التهجير قائما. من يشير أن التهجير غير موجود، ما زال قائما على أرض الواقع، رغم أن التهجير القصري لم يتم نجاحه على أرض الواقع، ما زال التهجير الطوعي من خلال الضغط على المدنيين باستخدام آلة القصف الجوي، وأيضا استخدام الواقع الآخر وهو الآلة الحربية وتعميق الأزمة الإنسانية، كون أن حتى هذه اللحظة إدخال المساعدات الإنسانية قد يكون هناك نوعا ما من الصعوبات.